في تمثيلية الكرة المصرية والمخرج العبقري إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة معكم في الخميس الأخير من الشهر الكريم. دي ربما كانت الحلقة الأخيرة في شهر رمضان. كل سنة وأنت طيب يا باشمهندس. صح، سلامة. كل سنة وحضراتكم والله طيبين. والله الأحداث بتاخدنا. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب كده رمضان يغفر لناس كتير، إحنا منهم يعني. و أنت هتغير لي دماغي، فكرتني طبعا. هنحاول نكون النهاردة على قدر مسؤولية شهر رمضان بإذن الله، وعلى قدر تعليمه بأكبر قدر من التسامح، ونشوف هنعمل إيه. شوفوا، إحنا يعني أعتقد حضراتكم حفظتوا جدا ثوابت البرنامج وطبيعتنا كمان. محدش هيستدرجنا إلى ما لا نريد أو إلى حيث ما لا يجب أن نكون، لكن في نفس الوقت الصوت العالي مش معيار قوة ولا برهان شجاعة. الأواني الفارغة بس هي اللي بتحدث الضجيج. بس الضجيج ده أي حاجة فارغة هي اللي هتعمل صوت. وبعدين الصوت يعمل إيه؟ فالصوت العالي طبعا بيعمل إزعاج. طيب الصوت العالي وإزعاجه، ما احنا في حالة إزعاج يا أستاذ إبراهيم. احنا في حالة إيه؟ لم بقالنا كام في الرياضة؟ أنا بالنسبة لي قرابة 50 سنة. والله 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 لم يمر علي مثل هذا الموسم. والله ولا مثل هذه الأحداث. والواحد شايفها خطوة بخطوة قبل ما تحصل. وعشان كده يعني عشان كده لما كنت بقول طبعا طبعا الكرة مش في الملعب. أنت في تمثيلية، ناس بتجري وبتجتهد، وناس بتصرف، وناس بتعمل، وناس بتجتهد، لكن في الآخر في الآخر المخرج بيحركك عشان عارف مين اللي هيموت في الآخر، ومين اللي هيعيش، ومين اللي هيتجوز مين، ومين اللي هيهرب بالفلوس، ومين اللي هيتسجن، ومين يعني الأمور كما خطط لها خطوة بخطوة كما خطط لها. يعني هو ده قلناه دلوقتي ولا قلناه من بدري؟ هو الكلام ده لما الماتش اتأجل بتاع الزمالك وقال لك اتكتب إقرارات والإنتاج، قلت لك هنا إيه؟ ده إذا اتلعب. لا مش إذا اتلعب، قلت لك مش هيتلعب. قلت لك مش هيتلعب، هيلاقوا تخريجة تانية. هو أنا عايز أعرف أي حتة في العالم. طب طلبتوا ليه الإقرار وتعبتوا نفسكم وخليتوا الراجل يمضي؟ يعني ما كنتوا أجلتوه خلاص من وقتوا يعني محتاجين تبرروا حاجة دلوقتي؟ ما اللعب على المكشوف وهي كده، وعلى في خيركم اركبوه، وقصوا عايز بطولة، وقصوا عايز مش عارف ايه، وكل سنة نواجه بطولة، كل سنة نواجه بطولة، والناس عايشة الدوامة دي وشايفاها. لكن اصلها المشكلة يا استاذ ابراهيم انك انت بتخبط ثوابت كتير جدا من غير ما تدري. يعني المشكلة انك انت يعني عايز تحافظ على حاجة، عايز تحافظ على رسالتك كنادي اهلي، رسالتك تجاه جمهورك، الاجيال القادمة، تجاه المجتمع، انك انت بتحاول تكون قوي في حدود ما تملكه من حقوق، لكن مش متجاوز. واحنا لو كل واحد بقى تجاوز معانا وردنا عليه بقينا زيه. على فكرة ده واجعهم برضو. اوعى تفتكر اللي بيشم ده مستمتع، ده هو متجنن انك ما تردش عليه. انت متعالي عليه، بس وحياتك هيتجنن اكتر. انت متعالي عليه. يعني هو هو خلاص بقت واضحه. يعني لكن هل آن الاوان ان احنا نلعب الجيم بادوات السوق وبهذا القدر من السوق؟ سؤال مخيف.